هل ما زال باسم خشان يعتقد أن وصول الكاظم لرئاسة الحكومة كان خطأ في إعدادات العالم؟ بالتأكيد بالتأكيد، ولا شيء يعني ولا ممكن يعني لا يجيبك هاي النتيجة، لا يوصلها منجم ولا أحد يقدر يتوقعها. يعني شخص من الفراغ من العدم، لا عنده لا خبرة سياسية ولا شيء، يجي يأتي ويصير في غفلة من الزمن رئيس مجلس الوزراء، لا عنده شهادة لا فاهم شيء. هسه أسامة ما عنده شهادة ما انتبتت. لا ثابتة ثابتة ثابتة. ليش خطأ أخو بالنتيجة؟ هو الرجل صار إجهاز مخابرات، صار إجهاز يعني قصة شخصية ماشي. يعني لا أنا أعطيك يعني في زمن الكاظمي شنو اللي صار؟ سرقة الأمانات الضريبية. ما كان عنده علم يجوز، يعني هو ما هي إن كنت لا تدري فتلك مصيبة. إيه. إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. لا بالعكس، إن كنت لا تدري المهم هي مصيبة. بس يعني أنا قصدي يعني حتى لو ما كانت مصيبة أعظم، مو بس هي مصيبة إنه ما يدري حقيقة. يعني أنا أتصور إنه اللي يتولى منصب رئيس وزراء يجب أن يكون ملم بما يجري بالنسبة لي. بس هو كشفها، اسمح لي. لا ما كشفها، لا اسمح لي، خليني أقول لك. الكاظمي مدان بيها، هو سعد الضياء المحبوس وين كان هو؟ منو اللي جابه؟ غير جاب الكاظمي. بس غير هذا، الكاظمي وجه 3 كتب إلى ديوان الرقابة المالية بالألفين و بياسر وجه بالألفين وعشرين بالألفين وعشرين وجه 3 كتب ديوان الرقابة المالية ما رد عليه من شهر 8 لشهر 12. فهو كان عنده علم وجاي هيئ. أنا في اعتقادي إنه الطبخة بدت من هذه الكتب، هاي الطبخة. وأنا بالمناسبة يعني أنا الناس تشهد إنه أنا الأول في اتهام علي عبد الأمير علاوي. صحيح. وأنا قلت إنه علي عبد الأمير علاوي مدان، أو أنا لو عندي سلطة قضائية أدين بما كتبه دون أن أستعين بأي دليل آخر عدا الأوراق اللي كتبها. وبالفعل الآن هو متهم. وأنا شخصي أنا اللي كشفت حسابات هيثم الجبوري في الأردن والشركات اللي عنده، وعلى أثر هذا تم إلقاء القبض عليه. لكن للأسف إحنا الآن الأمانات الضريبية والفلوس اللي عند هيثم الجبوري مثل قرض، يوفون على كيفهم. صارت الحالة هذه، وهذه مسألة أنا ما جاي أستوعبها، ما أقدر أصالح وياها. لذلك أتمنى إنه محكمة التحقيق ربما تتراجع عن قرارها، وتعيد هيثم الجبوري ونور جهير إلى مكانهم الطبيعي، لأن النتائج اللي أفرزتها هاي الإجراءات نتائج سيئة جدا. طيب. مسألة إنه والادعاء إنه أكو ضمانات عقارية وشي، ما هي هاي الضمانات العقارية؟ إذا كانت باسمه فهي ممكن أن تحجز.